السلام عليكم. عارفين انتوا الجمله لما يبقى حد متضايق مثلا من حاجه او حتى اكله معينه زي السبانخ مثلا يقول لك انا طيق الحاجه، انا طيق العمى وما طيقش الحاجه دي. هالجمله ديت طلعت كمان بتنطبق على الاساطير زمان بس بطريقه مختلفه شويه انزل يا ابني بالمزيكا. كان يا مكان وفي قديم الزمان كان اله، كان في اله اسمه ايسر او الايسر، واحد من الهه الاغريق. ايسر ده كان اله السماء العليا عند الاغريق زمان. ايسر ده بقى ولانه كان اله فقرر ان هو يعمل هواء غير الهواء اللي الناس بتتنفسه عادي، عمل هواء مخصوص ليه هو وابوه زيوس واخواته الالهه زي ايرس كمان اله الحرب والهه الاولمب كلهم، جبل الاولمب كلهم الهه الاولمب. الهواء ده كان ليهم هم مخصوص ممنوع على الناس العاديه اللي هم البشر، وكان بيتحكم في الهواء دوت. طبعا يا ابني انت متخيل ايه؟ ده اله، انت عايز انت بشر مجرد بشر عادي تتنفس الهواء اللي احنا بنتنفسه كده؟ فعمل هواء مخصوص ليه هو وابوه وزيوس وآلهة الأولمب كلهم. وأنا شخصيا مقتنع أن كل أسطورة وراها حقيقة، أو كل أسطورة أساسها حقيقة. عشان كده حضرتك كست حامل دلوقتي، لو ست يعني بتتابعني او حتى راجل، على فكره الحلقه ديت مهمه للرجاله اكتر من الستات، لان كل الحاجه اللي انا اتكلم عليها انت اللي هتبقى المشرف بتاعها، يعني هي انت السند بتاعها دلوقتي، بس هي للستات برضو ايه اكتر حاجه. فحضرتك دلوقتي كست حامل ما ينفعش انك تاخدي نفسك زينا كده، لا انت مختلفه، انت مميزه، لا ده انت جواكي طفل وفي نونو جاي في السكه، فلا طبعا حضرتك مش زي اي حد، فانت لازم تاخدي طريقه نفسك هتبدا تختلف تماما عننا. وهعلمك دلوقتي في الحلقه ديت ازاي تاخدي نفسك صح اثناء الحمل واثناء الولاده وانت جوه اوضه العمليات، اعلمك ازاي تاخدي نفسك صح. كل ده هتتعلميه لوحدك في البيت من غير دكتور، انا ابقى دكتور احمد بلال وانت بتشوف قناه صحتنا. نتقابل بعد الفاصل، توكلنا على الله، يلا بينا. الحمل والولاده، الحمل والولادة يمكن من أصعب الأقسام اللي بتعدي على الدكتور حتى في كلية الطب، من أصعب الأقسام، لأنها أنت مش بتبقى مسؤول عن روح واحدة، ده أنت بتبقى مسؤول عن روحين، روح الأم وروح الطفل. عشان كده ديت من أصعب الأقسام بعد قسم القلب، ده بالنسبة للدكتور، ما بالك بالنسبة للشخص العادي، ما بالك بالنسبة ليك أنت لو ست بتباني، ما بالك بالنسبة للأم، بالنسبة للطفل بتبقى عاملة إزاي. عشان كده دي حاجة شايفها من أهم الحاجات اللي احنا المفروض نركز عليها، ناس كتير بتهملها، ناس كتير ما بتبقاش شايفاها وما بتتكلم نمشي عن مشاكل الحمل والولاده بالذات، ازاي نقلل من مشاكل الولاده القيصريه، مشاكل العمليات اللي بتحصل او المضاعفات اللي بتحصل اثناء عمليه الولاده، وللاسف ناس كتير ما تعرفهاش. عشان كده هتكلم على ثلاث انواع من انواع التنفس، وازاي التنفس بيبقى ليه دور حيوي اثناء فتره الحمل واثناء عمليه الولاده. علشان كده اولا، مين اللي اتفرج على، مين اللي بيحب فيلم عمر وسلمى؟ يرفع ايده لفوق. فاكرين انتوا المشهد بتاع لما هي جالها الطلق في السوبر ماركت وقال لها يا عمر شكلي يا ولد بجد؟ يا ولادي يا ولادي عمر انت مجنون؟ كلمي بجد يا جماعه، عدي زرارات وصل في الزرعه طوامل ايه؟ انا هقول لك بقى تعمل ايه بالظبط، او هقول لك تعملي ايه بالظبط. بس الاول، مشكله المراه الحامل ان هي بتخش اولا في حاجه ناس كتير بتغفل عنها، وهي مشكله الهايبر فنتيليشن. الهايبر فنتيليشن مشكله من اهم المشاكل اللي بتقابلها المراه الحامل، وهي ما بتبقاش واخده بالها منها، ان هي بتاخد نفسها وهي بتنهج، وده مش طبيعي، ده مش صح. بتقول مثلا علشان الطفل وبطنها بتكبر وكده فطبيعي، خالص. مشكله الهايبر فنتيليشن ديت اللي ما يعرفهاش، يعني مين اللي بيتحكم في نفسنا؟ مين الاهم بالنسبه لنا في جسمنا، الاكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون؟ طبعا مهم لينا الاكسجين، بس مين اللي بيتحكم في نفسنا يا جماعه؟ ثاني اكسيد الكربون اللي بيتحكم في النفس بتاعنا المظله اوبلونجاتا، اللي هو النخاع المستطيل اللي واصل ما بين المخ والحبل الشوكي، ده اللي بيتحكم في نفسنا. طيب ازاي هو بيعرف ان في مشكله في النفس بتاعنا؟ ازاي بينظم النفس بتاعنا؟ الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون لما بيعلى في الدم او بيعلى في الجسم بيبقى يبدا يبعت اشارات للبرين ستيم، جزء من المخ اسمه البرين ستيم او جذع المخ فوق المظله اوبلونجاتا، بيبدا يقول له ان انا في عندي كربون دايوكسيد زياده او ثاني اكسيد الكربون زياده، فابدا اتنفس اسرع واكتر، دخل لي اكسجين اكتر علشان ابدا اوازن ما بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون ده، تمام؟ فده بيعمل مشكله ان الام بتبدا تخش في حاجه اسمها الهايبر فنتيليشن، ان نفسها ما بيبقاش منتظم. وثاني اكسيد الكربون لوحده بيبقى اسيدك او حامضي، فلما بيبقى حامضي انا برفع ايه من حموضه الجسم مش الدم، الدم ما بيتغيرش البي اتش بتاعته، الدم ما بيتغيرش الخلويه او الحموضيه بتاعته، الدم بي اتش ثابت، انما الجسم نفسه، الجسم الكربون دايوكسيد معايا لو عالي بيبدا ادخل اكسجين زياده، ببدا يبعت للمخ دخل لي اكسجين زياده. طيب
طيب لو انا دخلت الاكسجين زياده مش دوت هيبقى بالتالي الاكسجين عالي والكربون دايكسيد قليل، يبقى انا كده خليت الميزان الميزان عندي اختل. في مشكله بدل ما كان عندي ثاني اكسيد الكربون عالي دلوقتي وطي، فانا بعمل ايه؟ ثاني اكسيد الكربون قل، فبيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري الكالوزيس، الجهاز التنفسي بيبدا القلويه بتاعته تزيد. المشكله ديت رغم انها بسيطه وناس كتير ما بتاخدش بالها الا انها اول حاجه بتمسك الدم او بتقفل الدم الاوعيه الدمويه. لما تلاقي ان مفيش اكسجين او ثاني اكسيد الكربون عالي كده فجاه، الاوعيه الدمويه اللي رايحه تغذي الرحم اللي موجود فيه الطفل بتبدا تقفل، فما يوصلوش اكسجين. ادي اول حاجه، ضغط الدم بتاعي يبدا يقل. ثالث حاجه، الهيموجلوبين اللي بيوصل الاكسجين للخلايا بيبدا يمسك في الاكسجين طبيعي، ما انا اصلا الاكسجين عندي يبدا يقل. انا ثاني اكسيد الكربون عالي معايا والاكسجين عندي قليل، فانا ببدا امسك في الاكسجين اللي موجود في الدم، مش عايزه، مش مكتف فيه كده، انا مش عايزه يمشي لان انا عندي الاكسجين قليل، فبمسك في حبه الاكسجين اللي موجود عندي، فالاكسجين اللي رايح للفيتس او الجنين يبدا يقل معايا. شايفين المشكله؟ رغم انها بسيطتها الا انها بتاثر جدا في الطفل، وبتاثر كمان في الولاده، وبتعمل مشاكل خطيره، وبيضطر الدكتور، انا هدفي من الحلقه ديت يا جماعه ان الدكتور ما يمسكش، ما يضطرش انه يمسك مشرط طول ما العمليه شغاله، طول ما مرحله الولاده شغاله. عشان كده انا هشرح ثلاث انواع للتنفس لا غنى عنهم طول فتره الحمل، وهينفعوك كمان اثناء العمليه بتاعه الولاده وانت جوه اوضه العمليات. اول واحد انا هشرحه الدايفراجماتيك بريثنج. مش هقول، انا قلت في الاول الحلقه انا هجاوب على سؤالين، ليه وازاي، ليه تعملي تمارين التنفس، ازاي تعملي تمارين التنفس، وكل تمرين واحد فيه هتطبقيه ازاي، وامتى تعملي تمارين التنفس. ادي ثالث حاجه معايا، امتى تعملي كل واحد فيهم. من اول ما تسمعي كلمه مبروك حضرتك حامل، خلاص كده حياتك اتغيرت. احنا هنبدا نستقبل مولود جديد وفي نونو جديد جاي، وانت كمان طريقه تنفسك هتبدا تتغير معاه. طريقه نفسك اللي انت كنت بتاخديها قبل الحمل غير خالص اللي بعد الحمل، علشان الطفل اللي موجود جواك دلوقتي يبدا ياخد تغذيته صح. قبل الطفل كمان انت نفسك ما يحصلكيش اي مضاعفات، وجسمك ما يحصلوش اي مشاكل، تبداي تعملي تمارين التنفس اللي هي الدايفراجماتيك بريثنج. الدايفراجماتيك بريثنج ديت انا كنت شرحتها الحلقه اللي فاتت، اللي ما شافهاش يرجع لها. الحلقه ديت شرحت فيها ايه تمارين التنفس، فايدتها ان جنرال مش للمراه الحامل بس، انا نفسي بعملها. انا كده مش هشرحها، يعني انا حابب ان انا ما اطولش في الحلقه ديت، وكده الجايات اكتر من اللي فات. الدايفراجماتيك بريثنج نعملها امتى؟ بنعملها امتى بالذات؟ من اول الحمل خلاص انت بتطبقي تمارين التنفس. بالنسبه للولاده، بالنسبه لفتره الولاده، بالنسبه للوقت اللي هتولدي فيه، احنا بنقسم الولاده لثلاث مراحل. في اول مرحله اللي هي مرحله الطلق، شايفين الفاكرين المشهد اللي انا وريته لكم في اول الفيديو بتاع الفيلم لما جالها الطلق؟ اهي المرحله بتاعه الطلق ديت، يعني بتقعد في المتوسط كده 12 ساعه، هي من 13 ساعه 14 ساعه، لكن في المتوسط 12 ساعه. ففي المتوسط 12 ساعه ديت دي مش قليله، فببدا اعمل تمارين التنفس ديت اول حاجه عشان الريلاكسيشن، او ان انا ببدا اخليها تسترخي، ببدا اخليها تريلاكس. الست الحامل في الرحم عندها مستقبلات، هي الوحيده اللي عندها مستقبلات الفا واحد على الرحم بتاعها. مستقبلات الفا ديت اللي بتبقى مسؤوله على السمباثيك، وشرحت السمباثيك برضو الحلقه اللي فاتت. فالسمباثيك اللي هم بيطلعوا الادرينالين والكورتيزول والنور ادرينالين ديت، المستقبلات ديت حساسه للادرينالين والنور ادرينالين دولت والكورتيزول. فلما تيجي مرحله الطلق تبدا المراه، اي المراه الحامل عامه، حتى مش مرحله الطلق بالذات، لما تيجي تتوتر بتحس بانقباضات الرحم. عرفتوا ليه بقى الام الولاده والطلق حتى الحمل بيبقى برضو مختلف عن الام البريود؟ لان المراه الحامل هي الوحيده اللي عندها مستقبلات الفا واحد ديت موجوده على الرحم بتاعها. الفا واحد وبيتا اتنين، بيتا اتنين موجوده على طول. طب الفا واحد بعد الولاده خلاص، احنا ولدنا خلاص والطفل نزل، تقفل المستقبلات ديت خلاص ولا كانها كانت موجوده. من ده رحمه ربنا وتكريمه للنساء، حتى في القران ايه سوره النساء؟ مفيش سوره رجاله. من رحمه ربنا وتكريمه ليكي ان المستقبلات ديت بتبدا تقفل معايا ولا كانها كانت موجوده، لان المستقبلات ديت يا جماعه لو فضلت مفتوحه تبقى مشكله، دي تبقى كارثه. لان المستقبلات ديت لو فضلت مفتوحه اي بس سنه ستريس او ضغط عصبي او توتر
على طول انقباضات الرحم بوم 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 تبدا تنقبض بشكل رهيب زي الام الولاده والحمل بالظبط طول السنه. فتخيلي معايا الام البريود او حتى مع اي ضغط عصبي لقيت نفسك انت عندك نفس الالام بتاعه الحمل والولاده، صعب انك تعيش، دي مش حياه. فمن رحمه ربنا ان المراه الحامل مجرد الولاده خلاص احنا ولدنا، خلاص المستقبلات دي تقفل وانا كانها كانت موجوده معايا. فعشان كده انا ببدا اشغل، ببدا احفز تمارين التنفس علشان ازود الريلاكسيشن بتاعك، العصب اللازم بساوي عندك يبدا يشتغل معاكي. ادي اول حاجه، فاول حاجه انا حسنت معايا ريلاكسيشن. تاني حاجه بيبقى عامل زي ديستراكشن او الهاء للحاله مثلا اللي بتبقى فيها عن الالم اللي بتبقى موجوده فيها. يعني مثلا ايه، دلوقتي انت جالك الطلق او حتى لو راجل بيتابعني، بتقول لها مثلا اول حاجه بتقول لها اهدي، ما تقولهاش الكلمه دي، وهي ما هي عايزه تهدى بس مش عارفه الالم منقص عليها حياتها هتهدى ازاي. فبتبدا توجهها لتمارين التنفس ديت علشان في مرحله الطلق تبدا تعمل لها ديستراكشن او الهاء تبعدها، مخها تلقائي بيركز على التنفس انك تعمله صح. ادي تاني حاجه. تالت حاجه في مرحله الطلق بعمل التمارين ديت علشان امنع حاجه اسمها برينيال لاسريشن، ومش هتكلم عنها، هتكلم عنها في الحلقه بس سيبنا منها دلوقتي، هشرحها لكم ايه قدام شويه. طب خلاص مرحله، في المناسبه نسيت اقول حاجه، اول مرحله في مرحله الولاده اللي هي مرحله الطلق تاخدي اكتر وضع انت بتبقي مرتاحه فيه، اكتر وضع يبقى مريح بالنسبه لك وتبقي مرتاحه فيه وما ياثرش على الرحم بتاعك ولا ياثر على الجنين او الطفل ولا ياثر عليكي اثناء الولاده او حتى تبقى الولاده معايا متعثره جوه اوضه العمليات، هو السايد لانج. هتنامي على جنبك بس بطريقه مختلفة شوية، هغيرها. ليه بقى؟ انت هتنامي على جنبك عادي زي ما بننام كلنا، بس هتتني ركبتك 45 درجة، وفي ما بين ركبك مخدة، تبدأ ما بين ركبك الاثنين في مخدة يبقى ما بينهم الاثنين، وفي نفس الوقت بتعملي تمارين التنفس اللي انا ايه اللي انا قلتها لك، اللي هي الدفراجماتيك اللي انا ايه لسه معلمها لك. طيب دي مرحلة الطلق وخلصنا منها. تاني حاجة معايا الكوستال بريزنج. حكايه الكوستال بريثنج ده بقى، تمارين الكوستال بريثنج دوت عامل بالظبط زي صاحبتك الانتيم، ما تقدريش تستغني عنها طول ما انت جوه اوضه العمليات. في المرحله الثانيه بتاعه الولاده بالذات، في مرحله الولاده الثانيه اول ما تخش اوضه العمليات بتعملي الكوستال بريثنج ده، بس بتبداي تتمرني عليه من امتى؟ من اول الشهر الرابع لحد الشهر الثامن. من اول الشهر الرابع بتبداي تعملي تمارين الكوستال بريثنج ديت علشان دلوقتي انا بولد، تمام؟ طيب بدفع بعضلاتي، في عضلات بتعمل بوش او بتزق الطفل ان هو يخرج بره ايه، بره الجسم، بره الرحم. انا ببدا اعمل التمارين ديت اكشلي علشان احسن الاكسجين اللي رايح للطفل اكتر، ثانيا ثاني اكسيد الكربون ما يقلش معايا، لان لو ثاني اكسيد الكربون قل الكالسيوم عندي اللي جوه الجسم ما يقدرش يتاين. الكالسيوم اللي احنا بناخده في الاكل لازم جوه الجسم يحصل له ايونيزيشن يعني تاين. عشان كده ببدا اعمل تمارين الكوستال بريثنج ديت، ببدا اخد النفس هوريه لكم دلوقتي. كداني حاجة بحافظ على الضغط اللي موجود جوه البطن، ببدأ ازوده، عامل مساعد تاني بزق بيه الطفل انه يخرج بره الرحم بتاعي، تمام؟ فانا بعمل تمارين الكوستال بريثنج ديت من الشهر الرابع لحد الايه، لحد الشهر الثامن، عشان ببدأ امرن الرئة بتاعتك انها توسع، وفي نفس الوقت انا الطفل بتاعي دلوقتي كل مرة او كل شهر او كل فترة بيبدأ يكبر معايا، تمام؟ والرحم نفسه بيبدأ يوسع. الرحم كل ما كان الطفل بيكبر اكبر، كل ما الرحم بيطلع لفوق لحد ما بيوصل لحد المنطقة او الحتة اللي هي الغضروف اللي انتوا بتحسوا بيها ديت، عند الحتة ديت الرحم بيبدأ يطلع لفوق. فدوت ببدا اعمل كل دوت ضغط على الاعضاء الداخليه، انا ببدا اضغط على البنكرياس، وببدا اضغط على الكبد، وببدا اضغط على المعده، وفي نفس الوقت ببدا اضغط على الديافرام او عضله الحجاب الحاجز اللي مسؤوله عن 85% من التنفس بتاعي. فلما بضغط على ده كله، لو جيت عملت التمرين دوت وانت في مرحله في اوضه العمليات او في الولاده بالذات، مش هيبقى از افكتيف او ليه نفس التاثير اللي انا عايزه، ان ازود الضغط بتاعي جوه ايه، جوه المعده، علشان يبدا يزق الطفل مع هي اسهل عليك عمليه الولاده. تالت تمرين معايا
ببدأ أتنقل، ببدأ مرحلة الولادة دلوقتي في وانت في أوضة العمليات بتبقى قسم لمرحلتين، المرحلة اللي بيبدأ أزق فيها الطفل لحد ما يخرج، أول ما راس الطفل أول ما دماغ الجنين تخرج أو بنقول عليها مرحلة الكراونينج، إن الطفل تبدأ راسه تبان، يبدأ الطفل يخرج معايا، أنا بقى هعمل تمارين الكوستال بريسنج دوت اللي أنا لسه بقول لك عليه طول مرحلة الولادة؟ لا، ليه؟ دلوقتي أنا مش محتاج إن أنا أزود الضغط دوت بزيادة، ليه؟ لان دلوقتي انا بعمل حاجه اسمها البانتنج بريسنج. البانتنج بريسنج دوت ان انا ببدا اخد نفس اشاله اللي هو ببدا اخد نفسي من بقي ورايح على صدري، ده انا اول حاجه باخد نفسي من بقي وجس وات انا باخده على الرئه بتاعتي ونفسي ما بيبقاش عميق، انا باخد نفس كده ايه خفافي سريع على طول. مثلا الناس تقول لي مثلا او الناس تقول ليه كل الحوار ده، انا ليه بعمل الحوار ده كله، ليه اتنفس كل التمارين ديت واعمل كل دوت وانا مش مستاهل؟ طب ممكن اتنفس عادي اللي هو النفس اللي هو بحزقه، عارفين انتوا النفس اللي هو عارفين انتوا الحزقه ديت، انتوا بتزودوا، مش عايز اقول لكم انتوا بتزودوا الضغط جوه معدتكم قوي وعضلاتكم بتشتغل غلط. وفي نفس الوقت دراسه اتعملت كروس اوفر، كروس اوفر ديت يعني مش في بلد واحده، دول في كذا بلد تانيين او في كذا مكان تانيين، قارنوا فيها بين نوعين تنفس، الدايفراجماتيك اللي انا بقول لكم عليه، الدايفراجماتيك اللي انا لسه قايله، والحزقه اللي هو اسمه فالسلفا مانوفر. فالسلفا مانوفر ديت يعني بقول على النفس نفسه باخده غلط، انا عايز ازود الضغط جوه المعده مش عايز العضلات بتاعه المعده تشتغل معايا، مش ده الهدف منها. المشكلة ان الحزقة ديت مع الحزقة ديت اول حاجة عملتها ان انا زودت نسبة الولادة القيصرية، يعني مفيش سبب ما يمنع ان الولادة الطبيعية تستمر، وفي نفس الوقت بسبب التنفس دوت جوه اوضه العمليات الولادة بتبقى متعسرة. انا اول الحلقة قلت لك ان انا مش عايز الدكتور يمسك المشرط ولا حتى يبص للمشرط ان انا ألجأ له، انا ببدأ امتمد كل حاجة طبيعية علشانك اولا ثم علشان الطفل، ومفيش احسن من الولادة الطبيعية، لان الولادة القيصرية لقوا ان الاطفال اللي بتبقى نتيجة ولادة قيصرية امراض الربو عندهم بدأت تزيد، اللي هي الازمة الصدرية، الاملاد الصدرية نفسها بتبدأ احتمالية حدوثها للاطفال دي بتبقى عالية، امراض السمنة للاطفال دي بتبقى عالية. طيب لو الطفل خرج فجأة مرة واحدة كده، دلوقتي الطفل جوه معدتك او جوه الرحم قاعد ومتستت ومتهني واكل شارب واخد اكسجين وبيعمل كل حاجة تمام، دلوقتي انت جوه جسمك ضغط مختلف وجوه او بره ضغط مختلف تماما، لو الطفل فجأة خرج مرة واحدة كده ولقى الضغط مختلف جوه جسمك او جوه الرحم ومختلف بره، والضغط دوت جاله كده مرة واحدة، ممكن يحصل لا قدر الله حاجة اسمها ايه انتراكرينيال هيمورج، يعني نزيف داخلي، فانا ببدأ امنع ان الطفل يجيله نزيف داخلي بسبب الحزقة ديت. في نفس الوقت انا بمنع حاجة اسمها البرينيال لاسريشن. ايه بقى البرينيال لاسريشن اللي انا لسه متكلم عنها دي؟ البرينيال لاسريشن ديت ما بين، بص انت دلوقتي ما بين الفاجينا وال الانس او فتحة الشرج، ما بين المنطقتين دول في مكان فاضي، في جلد، تمام؟ المشكلة مع الحزقة ديت او ان انا باخد نفسي غلط، البنتنج بريثنج دوت بمنع ان يبقى فيه زي مزق ما بين، يعني نتيجة الضغط او العضلات اللي شغالة اوفر بزيادة وعضلات غلط شغالة، ان امنع ان فيه يحصل مزق مثلا في المنطقة دي، هي دي معنى كلمة برينيال لاسريشن، ان المنطقة دي طبعا الدكتور هيخيطها مش هيسيبك كده، بس ما اقولكيش مؤلمة جدا جدا جدا، فانا ببدأ ايه امنع كل الكلام ده. طب ببدأ اعمله امتى؟ ببدأ اعمله من الشهر الثامن، من اخر الشهر الثامن او اول الشهر التاسع انا ببدأ اعمل البنتنج بريثنج دوت، عشان ابدأ ااهل نفسي بس ان انا ايه ان انا اعمله وانا في اوضه العمليات، وهو سهل جدا لان انا هحتاجه بس في اوضه العمليات. فدي اهميه تمارين التنفس لصحتنا ولحياتنا كلها. طيب انا ببدا اعمله ازاي؟ فكره العمل بقى، تعال معايا على العمل. طيب الكوستال بريثنج دوت اللي هو التمرين اللي هيتعمل من الشهر الرابع لحد الشهر الثامن هيبدا يتعمل ازاي؟ اول حاجه انا ببقى قاعد على كرسي زي دوت، طبعا لو في حاجه مدعمه من الظهر بس دوت اللي متاح معايا، وظهري مفروض ظهري مستقيم وقاعد، بجيب ايدي الاثنين على الضلوع السفليه بتاعتي وكتافي مش راجع لورا، ما ببقاش قافله على كتفي، كتافي مريحه خالص، وببدا اضغط على ايه؟ على الضلوع السفليه. الضلوع السفليه شايف انا جايب ايدي ازاي؟ بميله شويه، لان الضلوع مش ماشيه كده، مش مستقيمه، الضلوع بميله شويه، فانا جايب ضلوع، حاطط ايدي على الضلوع السفليه ببقى حاسس بيها، ببدا اعمل قاعده اسمها ايه 2 1 4،
ببدا اخد نفس ثانيتين اريح، اكتم نفس ثانيه اللي انا خدته دوت وابدا اطلعه 4 ثواني. ببدا اعمل النفس بتاعي، بحط ايدي على الضلوع السفليه، انا بحس بالضلوع. خلي بالك ان انا بحس، انت بتحس بالضلوع بتاعتك بتوسع. النفس بتاعي باخده على الضلوع بتاعتي، على الضلوع السفليه نفسها، بضغط على الضلوع السفليه. تمام، يبقى هو دوت التمرين بتاعنا. ده اول تمرين بتاعنا اللي هو الكوستال بريثنج. تاني التمرين معانا اللي هو البنتنج بريثنج. البنتنج بريثنج ده اسهل بكتير واحلى بكتير من التمرينين اللي فات، لان انا كده كده انا بعوزه بعمله، ببدا اتمرن عليه في الشهر التاسع لحد باذن الله ميعاد الولاده، وببدا اعمله في مرحله الولاده اللي هي مرحله الكراوننج. الكراوننج اللي احنا اتفقنا اللي هي ايه، ان انا ببدا اول ما الطفل او ببدا اشوف راس الطفل طالعه، خلاص يبقى انا كده بعمل البنتنج بريثنج. اللي هو ازاي بقى؟ باخد نفس الوضع، انا قاعد ظهري مفرود وكتافي برضو مش مشدوده، ببدا احط ايدي. انا مش هعرف عشان المايك، بس المفروض بتبداي تحط ايدك على صدرك. بص انا مثلا اكني حاطط ايدي على صدري وايدي على بطني. ببدا اعمل ازاي؟ النفس بتاعي رايح على صدري، زي ما انا قلت لما شرحت التمرين، النفس بتاعي بيبقى شلو، يعني ما بتنفسش نفس عميق، ده انا باخد النفس السلام عليكم وعليكم السلام، نفس بيخش ويطلع على طول بسرعه. اول خطوه معايا ببدا اعمله ان انا ببدا اعد دقيقه واحده دقيقه، وباخد النفس بتاعي رايح على صدري. انا بحط ايدي على بطني بس علشان اظبط ايدي على صدري، تمام؟ وببدا اخد النفس بتاعي من مناخيري، انا باخد النفس بتاعي من مناخيري ورايح على صدري، وبطلع النفس بتاعي بالراحه برضو، مش بالراحه قوي ولا بطيء قوي. ليه؟ علشان انا ببداش ان انا احس بدوخه. لو حسيت بدوخه او حسيت باي مثلا مشاكل او الم في الحوض، في منطقه الحوض، او مشاكل في انقباضات الرحم نفسها بدات تزيد معايا، نوقف التمرين ده. ببدا اخد التمرين دوت واحده واحده، بعمل المجموعه الواحده دقيقه، تمام؟ بعمل دقيقه وبريح دقيقه، بعمل دقيقه وبريح دقيقه، يعني هعمل التمرين تقريبا في الخمس دقايق اللي انا اعملهم تقريبا مرتين ثلاثه بس، واعمله 5 مرات. مفيش اسهل من كده. تاني مرحله بقى لمده 20 ثانيه، انا خلاص يعني انا بقيت بعرف اعمل التمرين كويس. دوت بعمله لمده 20 ثانيه وبريح دقيقه، 20 ثانيه وبريح دقيقه، برده 5 دقائق، 5 مرات في الاسبوع، في اليوم 5 مرات في اليوم، سوري انا اسف. ببدا عادي بحط ايدي على صدري وايدي على بطني عادي جدا، مفيش اي مشكله، تمام؟ وركزي معايا، ببدا اخد النفس بتاعي من بقي وببدا اخده على صدري. النفس بتاعي بيبقى سريع، انا باخد نفس سريع جدا. يبقى انا راجع سريعا كده تمارين التنفس ديت، بس اللي هي الديافراجماتيك والكوستال والبنتنج بريثنج. الديافراجماتيك او تمارين التنفس العميق، من اول ما تسمع خبر الولاده، خبر الحمل، يبقى انا بعمله طول ال9 شهور بتوع الحمل. من اول ما تسمع خبر الحمل انا بعمل التمارين الديافراجماتيك بريثنج ده عشان ابدا اعرف اعمله وانا في مرحله الطلق. والتمرين بتاع الكوستال بريثنج من اول الشهر الرابع لحد الشهر الثامن ببدا اعمله. البنتنج بريثنج ببدا اعمله علشان البرينيال لاسريشن، او ما يحصلش زي المزق بين في المرحله بتاعه الكراوننج، او خلاص في اخر مرحله في اوضه العمليات او في الولاده، ببدا امنع ان البرينيال لاسريشن او المزق اللي يحصل دوت ممكن يحصل ما بين الانس والفاجينا، يبدا ايه، يبدا يحصل مزق في دوت، انا بمنعه خالص. وبس كده خلصت الحلقه بتاعتنا. اتمنى تكون عجبتكم وقدرتوا فعلا تستفادوا منها، شيروها عشان تنفعوا بيها ناس كتير غيركم. دمتم بصحه وعافيه، كان معاكم دكتور احمد بلال، سلام.